اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. لو عايز ربنا يفرج كربك ويهدي أولادك أو يهديكي أو يسعدك ويوفقك في قرار أنت متلخبط فيه ومشتت، لو عايز ربنا ييسر لك الخطوة اللي جاية في حياتك ويوسع في رزقك، لو عايز ربنا عز وجل يهدي قلبك ويعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته قدامك الخلق، يلا ساعد، يلا ساعد. وخد بالك، لو لقيت ربنا بيوفقك لمساعدة الناس اعرف انها علامة ان في عون كبير ومساعدة كبيرة وخير هيتفتح عليك، علامة على عون الله ان تعين الخلق